أهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية ونبدأ من أهم العناوين. جاء في المدى خطة إخلاء مخيمات عوائل داعش تفشل والسلطات تتكتم عن نازحي جرف الصخر. ونطالع في الزمان كورونا يواصل الارتفاع بتسجيل 8208 إصابات مؤكدة. نطالع في العربي الجديد تعديل حكومي في تركيا يقضي باستحداث وزارة جديدة وتعيين 3 وزراء. جاء في القدس العربية السودان اعتراض وزراء بينهم مريم المهدي على إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل. وجاء في عربي 21 إدانة الشرطي قاتل فلويد بالتهم الموجهة ضده واحتفالات بهذا الشهر. ونتصفح في العرب اللندنية القطارات القاتلة تضاعف الغضب الشعبي في مصر. وجاء في فاينانشال تايمز بعد أفغانستان تحدي بايدن والصين وروسيا. من الثابت أن النظام الإيراني وهو الزعيم الأوحد في العراق لن يسمح للكاظمي وسواه أن يجتهد فيسعى لإعادة اللحمة بين الشعب العراقي ومحيطه العربي إلا بالمقدار الذي يخدم مصالحه، فليس غايبا عن مخابراتهم أن النظام الإيراني الذي سطى على مصلحة المجاري وأسواق الطماطم والخيار الشعبية الرخيصة في العراق لن يدع استثمارات بعشرات أو بمئات الملايين من الدولارات تفلت من قبضته، خصوصا وقد اختار مؤخرا واحدا من أكثر وكلائه وعبيده ولاء وتبعية وأجلسه على كرسي رئاسة هيئة الاستثمار جابيا. نستمع إلى مقال للكاتب إبراهيم الزبيدي نشرته صحيفة العرب اللندنية. بلغ الكثير من العرب والقليل من العراقيين في امتداح الزيارات التي قام بها إلى دول الخليج العربية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالرغم من أن الواقع الحالي في العراق يقول لهم إن إيران هي المتصرف الوحيد بكل شؤونه الداخلية والخارجية سياسيا وأمنيا وماليا واقتصاديا، ومن يتكلم باسم الدولة العراقية إنما يتكلم باسمها وحسب توجهاتها وتعليماتها، ولن تسمح لأحد من خصومها وأعدائها ولا من أصدقائها وحلفائها بأن يمد إصبعا في ملكها إلا بالمقدار الذي ترى فيه مصلحة لاحتلالها ونفعا ماليا لخزانتها تحصده أولا وآخرا من أي استثمارات مجزية قد يتورط حاكم أو تاجر عربي وأجنبي فيقيمها. وأغلب الظن أن الذين زارهم الكاظمي بموافقة إيرانية أو بتكليف ليسوا مغفلين ليسهل استغلالهم وجرهم إلى رمي أموالهم تحت أقدام 40 حرامي العراقيين والإيرانيين إكراماً لخاطر زائر عراقي كبير أو صغير. المحزن الحقيقي أن حكومات عربية شقيقة مقتدرة ما زالت تعمل بكل ما في وسعها لمزيد من تفكيك وحدة الشعب العراقي وتعميق أزماته وإنهاكه مع سبق الإصرار والترصد. إبراهيم الزبيدي عبر العرب اللندني يعقب قائلا إن العرب الذين أشادوا بزيارة الكاظمي إلى السعودية والإمارات واعتبروها خطوة هامة لتعزيز الحاضنة العربية للعراق ودعوا إلى تكثيف هكذا زيارات هم إما ذو نوايا حسنة لحد السذاجة أو متذاكون يريدون بتطييب خاطر الكاظمي أن يحملوه رسالة إلى الوالي الإيراني الحاكم الأوحد في المستعمرة المسمى بالعراق. ربك وحده يعلم بما كتب فيها بالحبر السري. نطالع في المدى، والآن السيد جمال الكربولي معتقل بتهم فساد مالي. الأمر ليس مزحة ولا محاولة لاستغفال القراء، لكن حقيقة يتابعها المواطن العراقي من على شاشات الفضائيات وفي موقع الأخبار كذلك. ولكن هل انتهى الفساد في العراق أم هي صفقة سياسية جديدة؟
مقال للكاتب علي حسين في صحيفة المدى جاء فيه: من حق جمال الكربولي أن يشكو من ظلم الفساد، كما أن من حق النائب محمد الكربولي أن يشكو من ظلم الأحباب من قادة البلاد الذين سهلوا لعائلة الكربولي أن تصبح على قائمة كبار الأغنياء ومهدوا لها السبل لنهب وزارة الصناعة. ولكن الأهم من هذا كله هو حق الشعب في أن يعرف من الذي سرق أمواله ومستقبل أبنائه. السؤال الجوهري لم يكن هو هل جمال الكربولي سيطلق سراحه أم ستتم محاكمته، ولكن السؤال هو كم مسؤولاً متهماً بسرقة أموال البلاد؟ ثم وهذا هو الأهم، من الذي يتحمل مسؤولية ضياع مئات المليارات من الدولارات في مشاريع وهمية؟ ونريد كشعب أن نعرف أليست هناك ملفات فساد كثيرة لم يقترب منها أحد حتى هذه اللحظة، لا لشيء إلا لأنها تمس أشخاصاً تحرص الدولة على عدم الاقتراب منهم، بل إن البعض ممن ملأ الفضائيات أغاني وحكايات عن النزاهة والشفافية، حيث تحول الفاسد والمرتشي إلى خطيب مفوه عن الفضيلة والأمانة. وقد تعلمنا من الخراب الذي يحاصرنا منذ سنوات أن المسؤول والسياسي العراقي ما إن يجلس أمام الميكروفون حتى يتراءى له أنه مصلح اجتماعي، لكنني أنا المواطن العراقي الذي يتمتع بخيرات الشهرستاني أمضى سنوات العمر متسائلاً عن أسباب صمت مسؤولينا وساستنا عن الكوارث التي مررنا بها خلال 18 عاماً الماضية. لماذا يا سادة نحن أبناء البلاد الوحيدة التي تعتقد أن موت أبنائها وإفقارهم وتشريدهم مؤامرة أمريكية يجب معالجتها بالصواريخ وليس بالعمل والمثابرة وبناء الوطن؟ يختم الكاتب بالقول: أيها السادة، المشوار طويل والقضاء لم يقل كلمته بعد في ملفات خطيرة للنهب، والأهم من ذلك أن الناس لن تقبل أن يغلق ملف الفساد باعتقال جمال الكربولي، بل المطلوب حملة لاعتقال كل من سرق أموال العراقيين وأحلامهم بشعارات وخطب مزيفة كاذبة. جاء في الميثاق الوطني: لم يعد يخفى على أحد حجم احتكار السلطة في العراق بأشخاص معدودين يمتلكون كل خيوط الدمى المتحركة في العراق، ويباشرون السلطة من خلال النفوذ الكبير الذي يمتلكونه في المؤسسات المدنية والعسكرية على حد سواء بحكم ولاءاتهم الخارجية التي منحتهم السيطرة والتحكم بالمشهد السياسي العراقي، كما أنه أحكم قبضته كذلك على الواقع السياسي بشكل مباشر وغير مباشر، وفي الكواليس المظلمة كذلك التي أبرزت لنا جليا كتلا وأحزابا وأسماء لا قيمة لها في الشارع العراقي. نستمع إلى مقال للكاتب عمر الحلبوسي نشرته صحيفة الميثاق الوطني وجاء فيه: أبشع رئيس وزراء حكم العراق في التاريخ المعاصر وهو الولائي نوري كامل المالكي زعيم ميليشيا حزب الدعوة وقائد الدولة العميق الذي حكم العراق 8 سنوات، ارتكب خلالها أبشع الجرائم الوحشية من قتل واغتصاب وتدمير المدن وتنفيذ سياسة التغيير الديموغرافي في المحافظات العراقية وتهجير المواطنين من أراضيهم، وأوغل بالتحريض الطائفي خلال حكمه الذي شهد جرائم ضد الإنسانية وثقتها المنظمات الحقوقية والمؤسسات الإعلامية في سجون الظلم التي كشف عنها في المقرات الحكومية داخل وخارج المنطقة الخضراء، وجرائم تدمير المدن التي نعيش اليوم ذكراها مع تعالي الأصوات الشعبية بجرائم المالكي التي ما زالت شواهدها حاضرة في الأنبار وديالة ونينوى وصلاح الدين. يعد المالكي أحد أخطر وأقوى المتحكمين بالمشهد السياسي العراقي لسيطرته وتحكمه بالدمى المتواجدة في المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية التي أعطته القوة لفرض سطوته على كل ما يدور في العراق، حتى أصبح الوزراء والمدراء يحجون إليه ليقدموا فروض الطاعة من أجل المكاسب والمغانم التي يمنحها المالكي
لمن يجعل نفسه بيدقا له، وقد استطاع أن يسيطر على الأحزاب الشكلية في العراق من خلال تيارات وأحزاب جديدة تصنع بمسميات حديثة يتزعمها بالظاهر أشخاص يضرب حولهم طوقا من هالة كاذبة، لكنهم في الواقع بيادق للمالكي الذي جعلهم على رأس هذه الأحزاب التي يستخدمها كجزء من دولته العميقة المتجذرة في مفاصل الدولة. إذن إن احتكار السلطة بيد ثلاثة مجرمين ولائيين لن يزيد العراق إلا دماراً وتفككاً للنسيج المجتمعي الذي يعبث به الفاسدون بخطابات طائفية وأعمال إجرامية طالت جميع العراقيين. وهذه انتقالة إلى العرب الجديد، حيث عن المصالحة الليبية كتب الفيتوري شعيب مقالا في صحيفة العرب الجديد، وجاء فيه: يبدو أن الطريق نحو المصالحة الليبية الحقيقية والفعالة في مستقبل البلاد واستقرارها ما زالت بعيدة التحقيق ولو جزئيا. المصالحة الوطنية في ليبيا أو غيرها لابد أن تكون نابعة من الداخل، وأن تبتعد قدر الإمكان عن الاستقطابات الخارجية التي عادة ما تكون معول هدم، كما أن أبناء الشعب أو بالأحرى الأطراف المتصارعة لابد أن يتبنوا خيار المصالحة تبنيا صادقا، كونه أسهل الطرق إلى بناء الدولة ولملمة شتاتها، خصوصا بعد وصول الخيارات والأساليب الأخرى إلى باب مسدود ونهج مردود، سواء في السيطرة على الحكم أو حتى بنهج خيار المغالبة وفرض الأمر الواقع. وبالتالي فإن التقدير الحقيقي لبناء وطن عبث فيه الانقسام الحاد سنوات يكون في العمل في اتجاه تسيير المتناقضات وإلغاء عوائق الماضي وتصحيح المسارات الرسمية للدولة السياسية منها والاجتماعية، فضلا عن المعالجة الأمنية اللازمة لنجاح هذه المصالحة. المصالحة باعتبارها مشروعاً وطنياً مجتمعياً لا يمكن أن تكون من دون توافق وطني حقيقي بين المكونات الاجتماعية والسياسية المختلفة في إطار حضاري شمولي ومتكامل، طبعاً يحدده القانون وفق معايير جبر الضرر ومعاقبة المعتدين وتحقيق العدالة وإبعاد كل من تسببوا في ذلك بغية الاستيلاء على السلطة والحكم ومحاسبته. ونقرأ في فاينانشال تايمز، قال المعلق جدعون ريتشمان في صحيفة فاينانشال تايمز إن الصين وروسيا هما امتحان الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن بعد أفغانستان، وأشار لما قاله الرئيس بايدن قبل أسابيع: أمريكا عادت ولكنها في أفغانستان خرجت، فقد أعلن الرئيس عن سحب كل القوات الأمريكية من هناك بحلول 11 من أيلول سبتمبر 2001، واختار الرئيس نهاية الحرب التي امتدت 20 عاما في هذا اليوم الرمزي. ستشعر الدول المنافسة لأمريكا وبالتحديد الصين وروسيا بالجرأة لفحص تصميم بايدن وإدارته، ونقطتا التأزم في الوقت الحالي هي أوكرانيا وتايوان. ففي الأسابيع الماضية حشد الكرملين قوات على الحدود الأوكرانية أكثر مما حشد في عام 2014 عندما ابتلع شبه جزيرة القرم. أما الصين فقد حققت في الأسبوع الماضي الرقم القياسي في عدد المرات التي خرقت فيها الأجواء الجوية لتايوان، وكلا البلدين يجمعان ما بين استعراض العضلات والخطاب الداعي للحرب. واستخدم بايدن نفسه لغة صدامية عندما وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقاتل، وفرضت إدارته عقوبات على مسؤولين صينيين وروس، كما ووصفت ما يجري في منطقة تشينغيانغ ضد المسلمين الإيغور بالإبادة. ومع أن ما يفصل بين تايوان وأوكرانيا هي آلاف الأميال ويشتركان في أعداء مختلفين، فإن البلدين مرتبطان. ويعتقد إيفو دالدر السفير الأمريكي السابق لحلف الناتو أن موسكو وبكين ستراقبان
عن قرب كيفية ردنا على وضع لتحديد الوضع المقبل. ويناقش دالدر على أن أمريكا أن يكون لديها وضوح استراتيجي حول ما يجب عمله لو تحركت روسيا عسكريا ضد أوكرانيا والصين ضد تايوان. يقول كاتب من القوميين المتشددين في كل من الصين وروسيا يشعرون بأن هناك مخاطر بالمواجهة بشأن أوكرانيا وتايوان، ومن المحتمل مواصلة الصين وروسيا كذلك أساليب المنطقة الرمادية كما يصفها الكاتب، والتي لا تؤدي لإشعال مواجهة شاملة. وتعلمت أمريكا كذلك في أفغانستان أن من السهل بدء حرب، ولكن السيطرة على نتيجتها أمر آخر. ونتصفح في الغارديان، قال صحيفة الغارديان في افتتاحيتها إن قرار نواد أوروبية وبريطانية إنشاء بطولة جديدة باسم دور السوبر الأوروبي هو خيانة لأشهر لعبة رياضية معروفة في العالم. واعترى الصحيفة أن الداعين لهذا الانشقاق لم يأخذوا بعين الاعتبار أن عام كوفيد عزز الإجراءات الوقائية والوطنية ونمى حس التضامن المدني الذي يتناقض تماما مع قيم السوق غير المقيدة. بحسب الخطة المقدمة في وقت لا يستطيع فيه المشجعون الاعتراض، ستمنع 15 ناديا عضوية أبدية، وسيمنح كل ناد منشق 500 مليون جنيه استرليني ومنافذ لصندوق بنى تحتية بمليارات الجنيهات. وبالنسبة للمشجعين، فالشعور بالخطر الذي تعتمد عليه الألعاب سيزول، مما سيحول كرة القدم إلى لعبة نخبوية بدون روح وعبارة عن مباريات مكررة. وبالنسبة لهذه النوادي والمشجعين من غير الاستقراطية المنعمة، فسيتم القضاء على المنافسات الوطنية وتقاليد عمرها أكثر من قرن. وترى الصحيفة أن هذه الخطة الفاسدة والأنانية جاءت بشكل مفاجئ، ومنذ ظهور الدوري الإنجليزي الممتاز عام 1992، والذي كان نفسه نتيجة انشقاق بناء على عدم التدخل في الملكية للنوادي وصعود كبير في رواتب اللاعبين وازدهار في رسوم البث، ما أدى إلى تشويه المنافسات وأفسد قيم اللعبة. وتزيد بالقول إن الأندية الكبرى أصبحت عبارة عن مؤسسات للربح والجشع، ودفع المشجعون الثمن من تأخير ساعات بدء المباريات إلى رفع مستمر لأسعار التذاكر، حيث تم تجاهل مصالحهم بطريقة صارخة. إلى الأخبار المتنوعة، شارك جنود من الحرس الوطني الأوكراني في مناورة عسكرية بالقرب من ميناء ماريوبول الأوكراني على بحر أوزوف في 19 من أبريل 2021 وسط توتر مع روسيا. وفي 26 من مارس آذار الماضي تصاعد التوتر مجددا في دونباس عقب مقتل 4 جنود أوكرانيين وإصابة 2 آخرين جراء إطلاق نار من قبل انفصاليين موالين لروسيا. هذه متابعة ممتعة مع الكاريكاتور.
إلى اللقاء.